الناس ما كانتش مصدقة إن ممكن نعمل طريق أو كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير. كتير إيه يا راجل؟ ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمصابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة انها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش. يقول لك انت بتقول ايه يا عم؟ هما بقى مسكين الكلام ده. اسمعوا لو سمحتم، اديني فرصه اقول الكلمتين عشان لسه برنامج طويل قوي. يا جماعه انتوا عايزين تبقوا لكم مكان على الخريطه في دوله 95% منها ارض صحراء. صحراء 95% صحراء. اسمعوا كلامي لو سمحتم من فضلكم. احنا بنتكلم ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وان المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني هم بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا مكتوبين عند ربهم كذابين، كذابين، مخربين، مدمرين. كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه، والله حجم الاسم والظلم اللي بيتحملوه الأشرار فوق خيالكم. هم فاكرين العملية ماشية كده؟ لا، مش ماشية كده. نرجع بقى لقناة السويس. الثقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين، كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن إحنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه. متخطط، وكانت هي قناة السويس درساه وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت، صحيح. لكن أنا هقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده. وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان، دكتور أشرف، كان وزير الاستثمار، فقال لي يعني المصفوفة المالية للمشروع احنا هنبقى نخلي بالنا، لان احنا يعني يعني عايزين نعمله باقتصاديات. قلت له طيب، بس انا عايز ادي الامل للناس. كانت الفايدة ساعتها 10.5%، صح كده؟ قلت لهم احنا هنعلن فتح باب المساهمة في انشاء القناة ب 12%.